اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة ليفربول واتلانتا في الدوري الاوروبي، فرصة خطيرة للغاية، انفراد لمحمد صلاح في الدقيقة 38. محمد صلاح انفراد تماما امام المرمى ويضع الكرة بعيدا تماما عن المرمى. ماذا اهدرت يا صلاح؟ فرصة هدف لا يضيع ابدا. كان من الممكن أن تصبح النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء، ويقترب ليفربول من الهدف الثالث التعادل، لكن الآن أصبحت الأمور صعبة للغاية. أعتقد أن أتلانتا سوف تصعد بدلا من ليفربول. حزن محمد صلاح بعد ضياع الهدف المحقق. هارد لك يا صلاح، نتمنى لك التوفيق في مرة أخرى.